نعرف بحق رجال غير اللي جال في مصباح نحيدوها بسنينا لا درا ليكم ولا درا نيشان حنا ما عطيوناش والدينا خوف الخير كبرنا وحنا صغار كيدير في قلبو الجيعان ما بيناتناش درام لا صحاب رجلا بحار شي غراق وجيعان يا ويل مشتاقي لا فاق ما عرفتكش بسم الحمد لله عندنا ما عندناش ما كننسوش الهم كاين اللي ما قاناش البصر مرجيه باقا تنفخي عليا في الزنقه غادي نزرق لك دوك العينين مرجيه ملي نكون خارجه معاك احترمني واحد شويه الله يخليك قلت الادب انك نكون معاك تبقى تحل عينك في الناس عيب عيب ليا انا راه بساله هادي راه قدام الجيران كلشي حشمتيني قدامهم كلشي كيشوف فيا مرة ولا تغوت في صوتها نتوما مالكم مالكم صوتكم ما عرفتش منين جاي انت خالتي كتشوفي اش كاين معاها العينو في الدريات ما دون غافي العينو في البنات انت باغي ما بقايش واحد منك تلقى عيده ولا مالك عينك عيدورو في المدرسي ما عرفتش خالتي انا ما عرفتش هادي اش من ناقصني باش تبقى هاني عينك في البنات وانت باقي ما بغيتيش دير عقلك عبد غفور ولا مالك امي واش انت جيتي منها واش انت عارفه شنو وقع راه هادي راه حشماتك قدام اللي سولي ما يسواش في الزنقه راه كثرت البساله فيها ليش غير ندوي معاها طلعتني قدام بنادم في الزنقه عبرات عليك واش غتعاود ليا عليك انا ما كنعرفكش راك طربي سيدي راك زدتي في عبد الغفور بزاف انت خالتي صونا لي التليفون هزيت التليفون نهضر ما كملاش بسبب المكان جيت نضرب لقيت السيد كله دار بقى لي شويه عنده غيتهرس بقى لي غنعيط ليها جيت وقفت جلس معانا حسن هضرت معاه باقي ما كملش جوج كلمات ديالي حتى كيبان لي السيد عينو تالفين في السيده غدا مع واحد اشنو بقى واش يولي جوج واحد يشنق عليا يشد فيه تحلك الفم وليتي كدوي عرفتي امي اش غيفيق لها هادي غنجيب عليها الضره ان شاء الله تجمع راسها مزيان كترفك البساله نوض نوض سير 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 الله يجيبك على خير شوف بنيتي ما ديش عليه انتي مولات العقل الله يرضي عليك انا خالتي كتشوفي شوفي ما ديش عليه هذاك راه شويه مصرفق في راسه يجيب عليك الضره وتيجيبها لما نخرج والديه هو وياها شفت كندي عليك ولا ما عرفتش فين وصلنا صافا بنيتي الله يرضي عليك انتي مولات العقل كبري عقلك المراه اللي بغات تجمع شملها مع راجلها خاصها تنساه خليه يدير اللي بغى المهم راه ديالك ملي كيجي للدار راه ديالك وانا غادي نتفاهم معاه انا غنمشي لوالدي غادي نقي لي ودني مشيت انا بدي الحوايج ما عرف بحق رجال غير اللي جال في مصباح نحيدوها بسنينا لا درا ليكم ولا درا نيشان حنا ما عطيوناش والدينا خوف الخير كبرنا وحنا صغار كيدير في قلبو الجيعان ما بيناتناش درام لا عبد الغفور عامل والدها مالك عاوتاني الصباح هذا مالك مع سناء تاني بقاش كتدخل ليا الدماغ هذيك كيفاش بقاش كتحمل فيها الشعره ويلي انت اش كتقول عرفتي امي انا لا بغي نتزوج شنو هو واش تسطيتي ولا مالك انت ديك البليده وخات لك المخ ولا مالك دابا امي قول لي واش كتبان لك هذيك مرا مالها دابا عاد ولات ماشي مرا ها صبرات معاك ضحات معاك دابا عاد ولات ماشي مرا شوفي امي انا راه خديت قرار واحد هو انه انا باغي نتزوج وكنعرف واحد بنت الناس ما هذيك راه ما بقيتش باغاها تقول عاد بلا نشطراجي ما وليدي واش انت قاد على جوج عيالات وزيد على داك البلي عندك راه هي الثالثه راه بحال اللي ولا عندك ثلاث عيالات وعاد ريويشه مسكينه اش بغيتي عندها انت مالك وليدي خمم شويه المره كنت نصعبك على قبل حيت مضارب معاهم خاص معاها زعما باغي تبقى ساعات شي كيبان ليا ديال معقوره ماشي ديال التفليه راه هي حتى عرفت انت بغيت نقطع هاد البليه وشافتني بديت كنرجع بشويه بشويه كنتحسن عاد ما بغات تعصبني مي راه ما غنطلقهاش وما غنضيعهاش في حقها ولكن غادي نتزوج وزيد على هذا هي راه ما كتولد انا راه صابر عليها شحال من عام وهي معايا باقي لا ولاد لا حتى شي حاجه اللي جا كيضحك علينا عبد الغفور اش نقول مش حرام عليك نسيتي كانت شي دوزت على قبلك كنهضر معاك وليتي باغي تتزوج شي حرام عليك ما فهمتش واش هادي تضحيتي معاك نستاهل منك هادشي شنو درت ليك شنو درت واش حيت كنتقلق انا وياك عادي راه فيما مشيتي كاين هادشي ولكن باش تقولي غنتزوج راه شي حاجه مستحيل
قول لي كنضحك معاك، قول لي بغيت نعصبك. هضر دوي، قول لي كنضحك معاك، قول لي بغيت نعصبك دوي. حيد يدك بعدا هي الاولى، ما كنضحكش معاك وداوي بصح وباغي نتزوج. وتنعل الشيطان اوليدي، يا بنيتي راه كيهضر كاع ما تدي عليه. دوي انت خالتي دوي. ورا دوي سبليتي راه طرطق ليا مرارتي هذا، راه عداوي. امي خليني مني لها. وتنوض قاعد نوض بدل ساعه اخرى، نوض خرج. وانتي بايدك غادي تسيني وغتوافقي انني غادي نتزوج. عمرك تحلم. وانا نخرج نوض درك عليا وجهك، نوض بدل ساعه اخرى. الا كنتي غتزوج غنسيني على ورقه واحده هي ديال الطلاق، اما باش غتزوج عليا مستحيل. عجبك هادشي امي؟ عجبتك هاد الساره اللي كديري ليها؟ تنضاش من الساره، حتى جاتك شي دعوه نوض قاعد بعد مني، نوض بدل ساعه اخرى. دابا بغيت نعرف واش خاصك تجي من ولدك؟ وكنجي من الحق، هذه راه بنت الناس، هي راه بحال بنتي. نوض قاعد بعد مني، وعانوض قاعد بدل ساعه اخرى. نوض عبد الغفور، نوض الله يهديك، نوض قاعد. عبد الغفور اجي نهضر معاك. ها خليه بنيتي خليه، سناء صافي تلقي منه خليه، دابا يبرد عليه راسو. هذاك راه شويه سخان عليه راسو، راه ما عرفتش ولا عيخر باقي يدخل يخرج في الهضره. الله يرضي عليك ما تبكيش يا بنيتي. بغيت نهضر معاك، انا راه باقي باغي نتزوج. الموضوع اللي درنا فيه الصباح هو اللي غنعاود نجبدو معاك دابا. انا راه بغيت نتزوج وكاينه واحد بنت الناس. بنت الناس كتعرفها؟ كنعرفها، الله يعمرها دار احسن منك. دابا بلا سبان بلا والو هضر معايا معقول. انا شوف لحد الان باقا ما جرحتك، باقا ما قلت لك والو، انت اللي كتجرح فيا وانت اللي كتسبني وانت اللي كتعيب. انت عارفه دي 5 سنين وحنا مزوجين ومازال ما بغيتيش تولدي ليا. داكشي ديال الله سبحانه وتعالى ماشي ديال العبد. داكشي علاش انا بغيت نتزوج باش نولد وليدات. من حقك، انا ما حبستكش، ولكن ولد الناس قبل ما تزوج طلقني. شنو قلتي؟ شوفي انا راه ماشي ولد الحرام، هاد الهضره كامله اللي قلتي دابا صبرتي معايا انت 5 سنين عشنا فيها الحلوة والمرة، ميمكنش أنا في هاد 5 سنين كاملة نجي من الآخر نقول لك غنطلقك. بالعكس غادي نخليك معايا، الحاجة اللي غنجيب منها وحدة غنجيب منها جوج. المهم أنت بعدا على الأقل جيتي عندي وقلتي راه غادي دير المرة الثانية، يعني ما مشيتيش درتيها وأنا ما عارفاش. ولكن حاجة وحدة غنطلبها منك، إلا بغيتيني نبقى في هاد الدار غتولي تحترمني، خصوصا اني غتجيب مرتك تولي تحترمني قدام باش ما نوليش ضحكه لي بلا ما نبقى داويه بزاف. اش بالك في هضرتي؟ كلامك هو الكبير، الله يسهل عليك، هي الكلمه اللي غتسمع من عندي. خاصك تمشي معايا غدا باش تسيني معايا على الوراق باش هكا نقدر نتزوج به. ضروري ضروري ان شاء الله. هيك خليك الراحه. والله العظيم ضحي معاه، ما تخليه ما ديري على قلبه، هي مرض بقاي فايقه متعطل تعيطي ليه، تخلي ما ديري ما تخلي ما ديري على قلبه. ويجي في الاخر يقول لك شرع عطاني ربعه بغي نتزوج نموت وحنايا. سبحان الله العظيم الرجال ما فيهمش الخير، واخا ما عرفتش شنو ديري عليه، ما عرفتش وش الغلط مني ولا والله ما عرف. لا يسمح لي لا يسمح لي شي غندير فينا كزمان الحب. ضلت تشوفين وصلنا قلب ما يحن في قلب، والناس ولات تخلعنا، كل شي يكذب ويخون ويرجعوا لك اللومة، ما بقيت عارفة انا شكون الغالي من رخيص السوق. سناء بكرنيشي بوحدك الدار. خمتي سنتي الله يهديك، ما مشيتي معاه خليتي بوحدو. مشي معاه؟ وعلاش؟ وانتي راه مو انا راه انا وانا لا بنيتي ما نمشي معاه، انا اصلا ما موانساش لي على هذا الشيء، انا راه ما بغيش نخسر ليه وجايبها راني لبست هذا الشيء. ما
ما عندي ما ندير بهادشي كامل. صافي مسكين بقى بوحده الناس. ايوا خليه هو اللي بغى هادشي. راه يلاه عيط لي دابا راه ما طالعين جايين. اه والله يصوب الله يصوب الله يدير فيهم الخير. امين. هاهما جا. يا ربي. خلونا نشوفوا اش هادشي جايب لينا. زيد مرحبا بكم. سوي على الاقل بدا غير زغرتو ما مفرحانيش بيا. وي عاد غفور هادي هي مراتك. هادي هي مراتي الحبيبه ديالي. ايوا مشرفين الحبيبه ديالي. شنو غنبدا غنغوت من النهار الاول. زيد مرحبا بكم. زيد نقول لك تحل هاي 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 اش هاد الحاله دور دور عندي اش الحاله واش هادشي واش كتشرب راه كنهضر معاك خليتك في البار رجعي عندي هنا انا راني مراتك قالك خليتيني في البار اوجه البيران سكينه راك عزيزه عليا وحق مني هاد الخانز قالك سكينه اش ديري اش ديري هو على دار كبيره خرجونا يا مان عندك كل شيء صافي 120 درهم نوض نوض عشرة نوض نعس نوض والله يهديك راه محالة ما والو كتندخل في الصباح الناس كيفيقوا وانت باغي عاد غتدخل تنعس واش هادي كتبان لك حياة عندي سكينة دابا هاديك الماء كنتسجل بالصباح دابا صايب نعاس بغيتي تنعس نوض صايب نعاس اسمع نعم اش هادشي بنيتي اش منشي كيفاش انتي جالسه شاده البورطابل و سناء مسكينه اللي واقفه على الكوزينه من الصباح منها صابون منها شقه منها ماعل منها غداء عجينه علاش انتي مالك شنو كيفاش شنو جايبني انا باش نشقى عليكم تشقي على راجلك وتشقي على راسك ما تشقيش علينا حنا قادين براسنا اسمع نقولك واحد جوج كلمات انا راجلي جابني على الفشوش فهمتيني وانا اصلا دارنا ما كاش كنشقى فيها فما بالك انني نجي نجي هنا ونشقى عليكم نتوما شكون نتوما اصلا شكون انت اللي اصلا جايبك على الفشوش يخليك في داركم تفشي وزيدو شكون انتي اصلا اللي كتهضري معايا تهضريش معايا انا مزوجه بولدك ماشي بك انت واخا هذاك اللي كتقولي انت ولدي مجوجه به راه انا اللي هزاه ولا خرجتك من البعاد باب انت وياه راه ما غتلقاي فين تسكني ايوا لا خرجينا اش كتسناي ايوا ملي غنخرجك لالا سيري كري مع الجيران البيوتة وشوفي الفشوش ديالك فين غادي يوصلك ديك الساعه ياك لالا
ايوا سمعي هذيك العقره واش الصاق عاش غنقول لك واحد جوج كلمات شي انا راه ما نصلحش لك قلبي عليا حسن لك اما تشوفي مني شي حاجه ما غاديش تعجبك وليت عقره واش انا تي باقا ما سخنتيش بلاصتك اش خرج منك ها ولا لا هو اللي غيفرق بيني وبينك اما انا ولا انتي في الدار ايوا ولا ما نخرج فيكم خليتو لي الدل اري بلاتي شوية برك هادين التليفونات مينا شنو ناكلو التليفونات تما حدانا غير محطوط بالغا خلينا عنا ناكلو دوك التليفونات فوق الطاولة تبارك الله عليكم اليوم شكون الحادقة فيكم اللي دارت هادشي انا تبارك الله على مالك حكرتيني لا ما حكرتكش والله عطينا وجهك سمعتي عبد الغفور شنو كتقول قول لمك تحترم راسها لا راه ما يعجبها حال دابا شكون يطيب انت ولا هي انا وطيبة سناء اوليدي واش دابا غتثق بهم ولا غتثق بيا صافي غنثق بكم بجوج انا لا غير زيدي كول شتي شتي جبتي ليا عبد الغفور صافي امي تغداو هادي راه بغات توحل علينا تغداي سناء واخا تغداو مورا الماكله انا غادي كاينه هضره اخرى معاه يلا كولي ما بغيتش يلا حيد خليني نخرج يلا يلا سيري بلاش لا طيحو فك تغدى انت اللي بغيتي هادشي تغدى وسكت بحال على المراه هاك المراه الثانيه شاد الحاله انت مالك جالسه في زباله هادشي كيجمع الناموس شكون انت دايزه واقيله لا اول حاجه ماشي سوقك تيراش ماشي سوقي راه انا وياك كلينا في الدار هادي راه دار راجلي وندير فيها اللي بغيت حتى انا هادي راه دار راجلي وندير فيها اللي بغيت جمعي الزبال جمعي نتيا راه قلت الاداب راه السيده راه ما كتحاجيش كلمات هتدخلي سوق راسك هاد الدار كلا انا فيها انت فيها لا حتى شويه كواريك ماشي سوقك قلت يلا قالي ماشي عقروش الصقعه اه جمعي راسك حدك تما ما تسبيهاش سمعي نقول لك واحد جوج كلمات هادوك جوج كلمات قولهم لراسك سمعي نقول لك واحد جوج كلمات هاد الدار راني نخرجك منها انت وياها يا سلام هو خرجيني لا 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 الوريقه لا تخرجيني انا لك الاداب ما عرفتش مين طاح عليك والله ما عرفنا مين طاح عليك شكون كيخلي انا على الخنس هنايا قالت لك بنت الفشوش هادي راه هذيك ماشي بنت الفشوش هذيك مش الوالدين كون عندها الوالدين غادي تتعامل معاك مزيانه خالتي الله يهديك راه ولدك اللي دايرين هادشي ولدك والله العظيم هو اللي دايرين هادشي بلاتي انا غادي نوريكم والله الا بقات فيك هذيك العقروشه وهذيك الزرقه مركز بكي مركز بكي انا وريك شنو وقع لي في الدار نمت على النار اللي تزوج فيه بيك الشاب زواجي اللي بكى شتشي ازاد يمك وبراتك تحموا عليا وضربوني واش ضربوك على شتشي كامل هادشي كامل على حتى حاجه ديما كيقلبوا لي اسبه ملي يشدوني ايوا وانت ملي كتخرج غير كتخرج انت كيشدوني انا وليت عايشه في الجحيم في الدار انا غادي نتفاهم معهم بجوج يعني كلشي من ماماك انا غادي لا الله لقاو دابا والله الا بقات فيكم انا غنوريكم مالي اخر ايامي وليت نتعال بالعقروشه وخالتي صبري دابا تفهم ودابا تعلم راه بان لي راه باقا صغيره باقا طايشه راه ما عارفه والو هذاك هذاك طايش عندك انت يا هذاك واش عارفش بان لي انا قال التربيه هذيك ما مربياش كون كانت مربيه راه ما غتقولش وحده قدمه تقولها العقروشه اودي يا خالتي الا جيتي تشوفي هي ما لا والو في هادشي غلط راه ديال ولدك ولدك اللي نهار اللي فكر يتزوج ما عرفش شنو يدير اول وحده لقاها في الطريق جابه واش ضد ما اعلم ولا بصح كان كيعرفها ولا ما عرفش انت كتشوفي النتيجه كي دايره لا انا مرتاحه لا انت مرتاحه لا هو مرتاح
كاملين عايشين في العذاب. ملي ولي ولدي ولد كرشي يجيب لي المعيور راه ما بقى ما يتقال. وانت يا خالتي غصبري صبري ما تبقاي ديري فراسك تعصبي ان شاء الله غيكون خير غير صبري والله. شات البساله كديري انتيا؟ مالي انا اخويا جاي داخل شاعل مع الباب. واش شتي السيده بغيتي توقرها لك؟ مالي جبت ليها؟ اش كتغير منها؟ اش كتغير منها؟ كتغير راسك فيها؟ ومدورين دير ليها بجوج كضربوا فيها؟ بلاتي 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 شوفي ماشي غتعمر لك ودنيك وتمشي عندنا السودينه صنط ليا نقول لك اثق بيا انا لامك؟ امي راه قالت لي ارتحميتو عليها بجوج ضربتوها صنط ليا ما دواتش معاه هي وانا اللي شعلت فيه تقول لي العقروشه انا وليت نتاع وليت عقروشه انا هاد الكلمه ما تقولش للمك انا عبد غفور وليت انا نتاعي عقروشه ها انا تقول لي خرجي عليا من الدار داري هذه غنخرجك انت وياها الله يهديك الا انا مرتك هذه راها امك وبالوالدين احسانا من تقول لي هذه تجي تقول لامك عقروشه خرجي عليا من داري وتسكت ما ينعلبوها رجلها في الدنيا هذه ويلا نتهانوا في ديورنا عبد غفور امي ها امي واش كتثقي فيا راه هادشي ولي قالت لي امي جيت قلت لكم واش انا كتثق فيا انا لامك ها واش كتثق فيا انا لامك ولا لا دابا هي بغات علينا تلاقي سلوكه اي هسي انا غنمشي غنلاقي ام لهذا انا امسحي هذوك الدموع حيديهم عليا شنو مالكتي يا هكا مالك مالي مالكتي بحال موكا شتي حماره ولا شنو تكذبي عليا تقولي لي امك وخ مراتك دارو بيا ياك دابا انت وليتي معايا اسمعي اش غادي نقول لك غديري معايا عقلك وتجمعي معايا راسك وتبعدي من امي ومراتي ولف علي قالها لك يتنسكر على قبلك شي نهار واش تخلي دار على الشكل في الدار هذه ياك دابا اتفقتوا عليا وليتي كلكم الله ياخذ فيكم الحق انا ما نمشي بحالي لدارنا كلمة جوج مشي بحالي لدارنا يمشي لك صداع مع امك ومراتك يمشي لدارنا على اللي كيتزوج جوج عيالات سلامة يا بعيد عليك يما ومحتاج غير رضاك نسمعو سلم على خوتي وكنا با غير يوقف دمعو دعي مولانا العالي ان شاء الله باقي غنتجمعو اللي بغى ربي غادي يكون عليا بلا ما تخلعو غي صبار عي معايا كلام القلب احلى مرات تفكر انتي المرايا يلي كل ما نشوفك البراد شحال توحشت انا نضرة مشيت لك قضيت لك الغرض ديالك وجبت لي اللعيبه جبت لها تعالي هاك يرد لك باه عرفتي فين تخبي مهم شوفي تدوزي عندي وغادي نعطيك فلوس ما هادوك صافي صافي واخا يلا المهم خبيه مزيان عندي شوفي خالتي دوك ياك البارح دخل عليه البيت ولقاه حاطه يا شتو البارح انا بعدا ضحكني السقا غادي يقتلها حتى يحصلهم بعدا بجوج غير شنو هاد الشيء ديال من هذا شنو هذاك الشيء وليد سحور هذاك ويلي على سحور كيفاش سحور واش عرفتي سحور راه باين كيفاش باين ما نعرف هذا ديال من ديالي وليدي هذاك ديالي راه ديالي راه انا اللي خانتي وليدي راه ديالي مرضي نتوما غير تفاهموا واش ديالك ولا ديالها ديالي انا غدرني راسي الشقيقه مشيت سببت على راسي صافي داكشي اللي كاين هاك يا امي ديالك حيدي لي صراحه هادشي ديالي انا امي كيفاش ديرك انتيا شنو هو هادشي ماشي شي حاجه خايبه ماشي شي حاجه خايبه هادي غير شي غير زعما كاينه بخور وداكشي هي كيفاش بخور الليل خلينا ندير معاها والله يهديك عبد الغفور كتخلع بالليل شيلها معاها يا خالتي الله معايا بغات نسبب السبوب ديال الخلعه انايا على الخلعه بيناتكم ما عجبتنيش واش حنا غندافعوا عليها ملي حنا يوميا خاصين معاها باغينا حتى تمشي ودابا غنجي نقول لك لا راه غندافعوا عليها كانت شي حاجه انا غادي نقول لك اوليدي نوض لها سير عليا انا كتحلم بالليل كتفزع دابا مشينا معاها سبات على الخلعه اه لا لا عيطوا بالله مشطر مراجي نوض كاع نوض سير راه زعما ما تحشميش ها واش خاصك تبدا شي ديري ليه فاش والله ما قصدت نادي بشي حاجه ودابا خالتي عافات غلط ديالك شوف انت زعما عائله وحده هذه راه امي ماشي مطراجي انا قلت لك جنابيك
قبلنا بك وانا ندير وحده منا، وهي مسكينه اللي ضحات براسها وضغطات على كرامتها وبغاتك وقبلات عليك، باش تكوني انت من الناس بحالك بحالها. لا ما وقع والو، بغيتي صافي عبد الغفور الله يرضي عليكم هكا كنبغيكم. عرفتي شنو المعنى ديال هاد؟ ايه المعنى ديال صح 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 لا راه حيت التيامات الاولى نتوما كتفاهموا. ايوا تقلت فمك التيامات الاولى داكشي كان شحال هادي. كيقول لك واحد المثال، ابليس كيبقى يعلم في بنادم، ولكن كيجي واحد اللقطه اللي كيتعلم فيها هو. هادشي علاش جيتي تعلم؟ فاش كيشوفكم نتوما عيالات مجموعين كيجي ورقه وستيلو كيبدا كيتعلم. ايوا ابليس جاي يتعلم. بغيت نقول لكم واحد الموضوع اللي يخصكم بجوجات. بلاتي بلاتي نقادو الكسه. بغي يقول الله يسمعنا زوينه غتعجبكم. تعجبنا. عمرك ما شتي شي خبار تفرح. المهم كيف عرفتي سنة انت تبارك الله يعني تكرفستي معايا وعشتي معايا الفقرة، ودابا الحمد لله كلشي بيبان تقادو. اييه وانتي تبارك الله مراتي الثانية وعزيزي عليا وكنلك ديما بخاطرك. ايوا قصر 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 وقولش عندك. انا بعدا كي نجري من الاخر انا حافظاك شي ملي كتبقى تدور وتهضر معايا بهذا الاسلوب كنعرف كاينه شي حاجه ماشي هي هذه. دوي قول لي شنو عندك دابا. كيف شو دابا نتوما تفاهمتوا وليتوا فاهمين تبارك الله، ما كاينش بيناتكم شي خساره ولا شي حاجه. داكشي اللي انا قررت نزيد المره الثالثه. اشنو الله يرضي عليك ما تبكيش عليا. ما نبغي نحاول نفعل لك مراتي وصافي بركه تاعك. لا ما فرحانيش بيا. وي كمش بيا دوري هو قلت لي اللي دير عبد العالي. ما درتيش. شوف شوف اش غادي نشوف زوم عليا انا واسماء غاتخاتش واحد شويه دوريقه ارسي. هذه هي الحبيبه هذه هي خلينا نقولوا اكس. انت كتشرب؟ لا كنسقي لما اويلي على شوفتي اويلي على شوفتي. واش هاد الريحه واش هاد الحاله؟ شكون انت؟ وبعدا كاين انت خصك تشد فيه وصافي نتسنى تشد فيا واخا خصك. لا انا راجا لا اي فهمتي فهمتها. الله يهديك الله يهديك على راسك الله يهديك على راسك. لا حول ولا قوة الا بالله. عدد تقيم ايوا ملي غادي. لا بلاتي شنو هي ملي غنخرجك ولا شنو قلت؟ سيري كري بيت ملي شنو قلت؟ شنو قلت؟ هي هادي ملي غنخرج ملي غنخرجك يا سيري 3 2 1 اكشن اكشن. انت باقا ما سخنتيش شاب بلاصتك وخرج. انا تتجاوب. انا نجاوب يلاه سي اسمع غادي توقف فين. مش راجع ايوا سام عندك العقره واش الصقعه. اه يلاه سير 3 2 1 اكشن هاجي. اكشن نلا وشكرا. المرة الثانية مبارك مبارك على عمرك انا دابا غادي علينا. داكشي اللي انا قررت نزيد المرة الثالثة. اشنو؟ شنو؟ جات مزيانة.